طبعا احنا الايام اللي فاتت دي برضو يعني احنا نقابه المحامين جزء مهم من مؤسسات الدوله وجزء مؤثر جدا في هيكل التنظيم للدوله. واحنا بالنسبه للمحاماه يعني احنا اساسنا بندافع عن مصلحه الوطن وحريصين على مصلحه البلد، والمفروض كل ما يدور بأي معاهدات أو أي أمور تتعلق بالبلد إحنا شركاء فيها ورأينا وأي حدث إحنا بنتأثر بيه ونقول كلام ونعلق عليه. ليه؟ لأن إحنا جزء مهم من المجتمع. إحنا كمحامين حريصين على مستقبلنا وحريصين على مستقبل أولادنا وحريصين على مستقبل نقابة المحامين. يبقى إذن لما نكون احنا حريصين على مستقبل نقابه المحاماه فاحنا حريصين على المحامين، حريصين على نفسنا. يبقى لنا ان نشارك في كل ما يدور داخل البلد وداخل النظام، نتاثر بالسلب او الايجاب، نشارك نقول راينا. ده طبعا هي دي المحاماه، هي دي المحاماه، الصوت العالي، الصوت العالي في الحق، الحق المتعلق بالوطن وبالبلد والحق المتعلق بمهنتك. لك انت بتدافع عن مظلوم او بتدافع عن موكل، يعني ايا كانت الصوره، فاحنا لازم نتعايش الوضع ده، لازم نتاثر باي حاجه تمر بها البلد، اي حاجه تحدث، اي حاجه، يبقى احنا صوتنا اللي مسموع، يبقى احنا اللي بنعلق بنقول صح او غلط. ليه؟ لان ما كنتش انت تقول رايك، مين اللي هيقول رايه؟ ما هو انت لما بتتكلم بتبقى البلد كلها بتتكلم، لان انت بتتكلم بصفتك محامي، بتتكلم بصفتك تنتمي لنقابه عريقه هي نقابه المحامين. لما نقول راي ده لازم يبقى محل اعتبار. فاحنا عايزين احنا هنبقى محامين ان شاء الله كويسين ومحامين فعلا، بس انت تبقى محامي لما تبقى انتمائك لبلدك هو الاساس، انتمائك لبلدك هو الاساس. تعرفين احنا الايام دي بنمر بتطورات غريبه جدا على الساحه الدوليه والعربيه والاقليميه والكلام ده كله، لازم احنا نبقى حريصين وصحيين على اللي بيحصل ويحدث جنبنا وحوالينا. وانت يحاج بيك مش من الدول الاجنبيه بس، من بره. في دول لغايه دلوقتي مش مصدقه ان مصر عدت بالكبوه دي، ان مصر عدت بالاحداث اللي حصلت دي، لا، لكن يهمها ان هي تنال من مصر. ليه؟ لان مصر، انتوا عارفين تاريخ مصر وعارفين اولاد مصر وشعب مصر، الشعب الوحيد اللي في العالم، الشعب الوحيد اللي في العالم اللي بيقسم على الشهاده، اللي بيموت وهو بيدافع عن بلده، الوحيد الشعب المصري، مفيش حد تاني. فاحنا مر بينا وعايز ايه بقى كمان؟ انتوا دلوقتي انتوا شباب، الجمعيه العموميه للمحامين ثلاث ارباعها شباب، ثلاث ارباع، مش انتوا عارفين يعني، ثلاث ارباع يعني لا اقرب من كده يعني. فاذا انتوا اللي جايين، انتوا المستقبل اللي جاي، انتوا هتبقوا بعد كده نقابه المحامين العامه والفرعيات والكلام، انتوا هتبقوا كده يعني. اجيال بتسلم اجيال، كل واحد بيجي اجله ايا كان خلاص. فاذا يبقى التواصل ده لازم احنا نعد ليه من الاول، ويبقى بناء من الاول. يبقى انا نقابتي انا عارف بتبدا ازاي، انما احنا بقى دورك ما نجيش نسمع حاجة زي أي حد، لا. ده أنت حتى لما إحنا بنمي ويحصل حاجة تبص تلاقي تقول لك الناس العاديين يقول لك الله، أمال أنتوا فين يا عم؟ أمال المحامين فين؟ ما تتكلموش ليه؟ الشخص العادي، أيوة ده حقه. ما هو أنت صاحب الكلمة وكلمتك مسموعة وأنت مهنتك تستدعي كده،
لأنك أنت بتقسم على أنك تحافظ على سلامة الوطن. طيب، فإحنا عايزين لما يبقى لنا رأي، أنا عايز أقول سيبك بقى من اللي فات، عايزين لما يكون لنا رأي مطروح على الساحة نفكر فيه بعقلانية. انتخابات معروضة، كلم محدش. ليه؟ المفروض يبقى أنت صوتك الوحيد، لأنك بتختار، أنت محامي بتختار بقى أيا كانت الاختيارات. لازم يبقى إحنا رأينا، إحنا كمحامين رأينا سليم. ليه؟ لأن إحنا بنفكر بواقع، بقانون، بعقلانية. يبقى أنت رأيك الناس هتستنير بيه، وده بيحصل، وده بيحصل، يعني ده بيحصل. إنما بقى نقول لك إيه؟ إن عشان خاطر فلان، عشان مش عارف، لا ما ينفعش. لا، إحنا عايزين عشان أولاً عشان خاطر ربنا، أولاً عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر بلدنا. ليه؟ لأن الأيام اللي جاية دي عايزة حرص شديد جداً منا على بلدنا. إحنا مش كلنا هنروح نحارب، لا، كل واحد بيحارب في موقعه، في مكانه. الملخص في الآخر النتيجة دي بلدك. مش عايز احنا بنذكر نفسنا بس، لكن كلنا عندنا انتماء، كلنا عندنا ولاء لبلدنا، كلنا خايفين على بلدنا، وما نسمعش لحد ان يولمنا ببلدنا، مستحيل، كلنا كده. لكن احنا عايزين دايما يبقى ده هو ايه شعارنا احنا، وما تتأثرش بأي حديث، ما تتأثرش بأي كلام ما يتعلقش بمصلحة بلدك، ما يتعلقش بواقع معروض عليك. ما هو في ناس بتقعد ايه تثير فتن وشائعات ضدنا. ما هو ممكن شائعات، ما هو في شائعات بتثار ضد نقابه المحامين وضد المحامين. ما احنا جزء مهم في البلد، يبقى لازم احنا لو ما كناش احنا حريصين ومقتنعين باداء المحامين ونقابه المحامين، ونقابه المحامين تنهار، هي دي البلد بقى. وبالتالي كده يبقى بلدنا كده. فأنا عايز أي موضوع يطرح عليكم تناقشه وأنت مقتنع باللي بيتعرض عليك. اللي بيتعرض عليك أنت تحلله، تحلله من كل النواحي، بحث علمي نحلله، وفي الآخر ونتشاور مع بعض، نتشاور مع بعض يا أستاذ، نتشاور مع بعض. سمع؟ انت بتشاور مع بنتك دلوقتي، نتشاور بقى كلنا مع بعض، نتشاور مع بعض، ماشي؟ يبقى حديثنا لذلك لما نجتمع على رأي هيبقى هو الرأي الصواب، هيتخذ بيه أيا كان. خلي بالك احنا ده بنعمله في نقابة المحامين. احنا لما كان بتبقى عندنا مشكلة، ومشكلة احنا تجاوزنا فيها، فانت لازم لما تيجي تحل كمسؤول تحل وانت واقف على ارض صلبه، بالرغم من ان الارض الصلبه اللي تحتك، بس انت لازم تعملها كده وتتفاوض على كده، وبتقول انا عندي قوه. ايه القوه بتاعتي؟ محامي، سلطه. وده اللي انتوا عايزكم تعيشوه، وده مستقبل نقابه المحامين. خلي بالكم احنا لما نقول عندنا سلطه، هو احنا عندنا سلطه ايه؟ احنا مش قوه تنفيذيه ولا حاجه، ولا عندنا سلاح ولا عندنا كام، لكن انت عندك قوه المحامين واراده المحامين وتجمع المحامين وتوافق المحامين. لما نقول في حدث يبقى بيطلع المحامين، ونقول انا عندي عدد محامين انا ما اقدرش عليهم، يبقى لازم احل من منطلق القوه اللي انا بستند اليها، اللي هو انتم، اللي هو المحامين. وخلي بالكم برضو عشان تبقوا عارفين، اي موقف بيبقى لمحامي بتلاقي المحامين كلها وراك، من شمال لجنوب، من اسوان لمرسى مطروح. يعني لو حضرتك عملت مشكله في مرسى مطروح وانت في جلسه، هتلاقي الدنيا كلها حواليك، كلها. ولذلك نقابه المحامين هي عائله المحامين. انت مجرد ما اشتركت في نقابه المحامين، انت بقى العيله والكلام ده كله خلاص، انت يعني انت بتروح تزوره وخلاص بقى. لكن اللي معاك، اللي مسؤول عنك، اللي لو حصل لك اي حاجه
هو اللي هيتقدم حتى لو يتعرض للخطر، المحامي زميلك. وانا بقول لكم دي لازم تعيشوها، لان دي احنا عايشينها وبننفذها. مفيش اي حاجه بتحصل بتلاقي الاتصالات كلها المحامي بتتصل، جاي من اخر الدنيا عشان يحضر جلسه المحامي في بنها، وهو جاي من سوهاج، واللي جاي من السويس، واللي رايح من هليويه، واللي رايح من بتاع عشان يحضر مع محامي في اسكندريه. احنا في كده دلوقتي، يعني في محامي اسكندريه ليه جلسه، بيروح المجلس وبيروح كل المحامين اللي هم عايزين يروحوا. فهي دي النقاط، هي دي المحامي. احنا عايزين، يعني انا بستسمع حضراتكم، نقف دي احداث على ارواح ضحايا ابطال سيف الحديد من اهلنا وابنائنا وفضلنا. ده حدث نتعامل معاه، يبقى فعلا ادي دور المحامين، ادي دور المحامين. لازم تبقى انت متواصل مع الحدث، يبقى الدوله عارفه انت بتعمل ايه. طبعا احنا هنبدا النهارده المحاضره بتاعت النهارده، محاضره عايز اقول انها مهمه جدا جدا، محاضرة مهمة جدا. وطبعا معظم المحامين بصراحة اتكلموني في المحاضرة دي البحث العلمي، على انها مهمة جدا، وهي فعلا مهمة جدا. يعني احنا بنقولها على انها ايه، احنا يعني عشناها وبنعيشها كل يوم. ليه بقى؟ هي الأستاذة دكتورة فهيمة أحمد القباري دي أستاذة قانون المرافعات والبحث العلمي في جامعة اسكندرية. قانون المرافعات ماشي، لكن والبحث العلمي يبقى نحطه تحتها متخط. ليه؟ لأن قانون المرافعات معروف إيه مضمون قانون المرافعات ونصوص قانون المرافعات وكل ده، لكن البحث العلمي بقى، البحث العلمي له علاقة بكل فروع القانون. البحث العلمي له علاقة بكل فروع القانون. في المرافعات هيبقى في بحث علمي، في المدني في بحث علمي، في الجنائي في بحث علمي، في التجاري في البحث علمي، في الدولي في بحث علمي. كل القوانين لازم يرتبط بها البحث العلمي عشان توصل وتطبق القانون صح على الموضوع المعروض او اللي بيهم حضرتك، يبقى لازم فيه بحث علمي، لان البحث العلمي هو اللي بيوصلك للنتيجه اللي انت عايزها. حركاتنا كلها اليوميه والحياتيه دي كلها بحث علمي. طب ايه علاقه البحث العلمي بقانون المرافعات؟ لازم يبقى هنقول البحث العلمي وعلاقته بقانون المرافعات. علشان انجح يبقى لازم اعمل خطه بحث علمي. انتوا تعرفوا ان البحث العلمي مش في فروع القانون بس، في كل مدارك المعرفه الموجوده في الحياه. لان ايه؟ ما انت لما بتيجي بتناقش موضوع مش بيبقى عندك قانون وعندك مصادر معرفه وعندك كل ده، لازم انت يبقى انت ملم بيه عشان تنجح. يعني احنا النهارده جايين مثلا مترافعين في قضيه قتل، قضيه قتل عمد واخده اعدام وعملنا نقض ورجعت من النقض، حكم اتلغى. بنترافع النهارده في ان واحد صدر ليه حكم اعدام، يعني هيموت، يعني ازهاق روح، والروح دي ما بياخدهاش الا ربنا سبحانه وتعالى، بس ادى للمحكمه
حق انها تصدر حكم بزهق روح، مع ان ده لله سبحانه وتعالى. لكن شوفوا بقى، ادى المحكمه الامانه دي والوكاله دي عشان من حقها تصدر حكم بالاعدام. طيب هتتناول ده ازاي بقى وانت كمحامي؟ انا كنت بقول ايه النهارده وكنت بترفع ازاي؟ كنت بترفع بالقانون وغير القانون وكل حاجه، كل حاجه. فديت ليه؟ لان انا ببحث في كل امور الحياه، لازم تبحث في كل امور الحياه. هو ده البحث العلمي، هو ده البحث العلمي. واحنا هنبقى نجيب نماذج القضايا دي وهنعرضها عليكم، لان في قضيه عشان تبقوا عارفين، في جرائم التعدي على النفس دي فيها جميع جرائم التعدي على النفس في قضيه واحده، في قضيه واحده. يعني احنا لو عشنا القضيه دي وفهمناها يبقى انت كده عندك كل قضايا التعدي على النفس بالظروف المشدده بكل ده عندك. هتبقى لو فهمت ده يبقى انت فهمت كل جميع جرائم التعدي على النفس، وده كله ان شاء الله هنجيب. هنسمع بقى النهارده عشان انا عايز اتعلم معاكم بصراحه يعني من الدكتوره، لان البحث العلمي ده احنا يعني عملي بنشتغله، بس لما نسمعه من حضرتها هيبقى عملي ونظري مع بعض الاثنين، يدوك واقع على ارض الحياه يحل لك المشكله. اتفضل يا دكتور. انتم زعلانين ان انتم بتيجوا ساعتين تحضروا فيها محاضرات. في الامارات بقى عندهم ان المحامي كل سنه لازم يقدم بحث جديد في موضوع تعرض له خلال السنه، وبيقيم كل سنة. عندهم تطوير آلية مهنة المحاماة. فالمعهد معمول علشان خاطر انتوا كمحاميين بنرجع للمحامي هبته. بنرجع للمحامي هبته. ليه المحامي بره في أمريكا وفي الدول الأوروبية لما المحامي بيدخل القاعة الناس كلها بتسكت؟ احتراما لهيبة المحامي. عايزين احنا كمان عندنا هنا يبقى لنا نفس الهبة للمحامي. المحامي هناك هو عين العدالة زي ما هو عين العدالة هنا. المحامي شريك القاضي، بل على العكس المحامي هو اللي بينور المحكمة، وإلا ما كانش القاضي سمع المرافعة بتاعت المحامي. المحامي هو اللي بينور القاضي على القاعدة القانونية اللي بيتم تطبيقها. لولا مرافعة المحامي القاضي مش هيصدر الحكم. في قاضي يصدر حكم بدون سماع مرافعة المحامي؟ مستحيل. المرافعة مذكرة بيقدمها، لكن في الآخر المحامي جزء مهم من العدالة، ده هو اللي بينور العدالة. بنقوله على المحامي العدالة الواقفة. فلازم احنا نكون قد هذه الكلمة. يعني عارفين يعني ايه العدالة الواقفة؟ يعني انت بتنور العدالة. لما تبقى انت النور للعدالة يبقى لازم تطور من نفسك. ده انا لما الاقي فرصة ان انا اسمع كلمة هتساعدني ان انا ارتقي بفكري لازم اسمعها. فلازم يا جماعة نكون عندنا حب العلم. العلم هو اللي هيوصلنا. ليه انتوا مش مهتمين بان انتوا تجتهدوا في الابحاث، تجتهدوا في العلم؟ ليه؟ طبعا انا مش يعني هكتفي بالكلمتين دول، لكن احنا المفروض النهارده محاضرتنا بنتكلم على اساسيات البحث العلمي وهربطها بالمرافعه، هربطها بفن المرافعه. اكيد في منكم ناس عامله دراسات عليا، وطبعا كلكم قامات وانا سعيده بوجودي معاكم. لكن احنا ايه هو مفهوم البحث العلمي؟ يعني ايه كلمه بحث علمي؟ هي كلمة كلنا بنرددها وبنقول ايه علاقتها بالمحاماة؟ لا، هي علاقتها بالمحاماة كبيرة. البحث يعني هو البحث والتنقيب والت...
تفتيش عن الفكرة، أنا بدور على فكرة معينة، بدور على الفكرة علشان وبسميها أنا إشكالية البحث. كلمة إشكالية البحث يعني الموضوع اللي أنا عايز أبحث فيه، يعني موضوع الدعوة اللي جايبها اللي الموكل دخل عندي علشان خاطر أنا أشوف له القضية بتاعته. فلما الموكل بيجي لي بيبتدي يقول لي موضوع الدعوة بتاعته، موضوع الدعوة ده هو إشكالية البحث اللي أنا ببحث فيها. أول ما بيجي الموكل بيعرض عليا الموضوع، الموضوع نفسه حضانة، طلاق، زواج، نفقة، عقد، whatever أيا كان الموضوع، فده أنا بسميه إشكالية البحث العلمي. الإشكالية أنتوا مطلوب منكم أبحاث، في بحث عن مهنة المحاماة، إحنا عندنا في اسكندرية بحثين، معرفش أنتوا عندكم هنا إيه، في بحث عن مهنة المحاماة والبحث الثاني بندي حرية للمحامي يعمل في أي قضية بتعرض عليه. فالنهاردة هحاول أعمل دمج كده للأفكار، لأن طبعا هي محاضرة واحدة ما بتكفيش في البحث العلمي. عندنا بدرس طول المعهد، يعني 6-7 شهور بدرس فيهم قاعدة بحث أو أساسيات بحث علمي. فلما بيجي لك الموكل بالقضية، هو الموضوع بقت إشكالية البحث، بحطها كده قدامي في مربع، ودي الإشكالية اللي أنا لازم أفكر فيها، أخد وقت من فكري فيها، أشوف أنا هوصل إزاي للقاعدة القانونية اللي أنا هطبقها على الإشكالية دي عشان أوصل للرأي الصائب وأستطيع أحصل على الحكم لموكلي اللي بيخليني أكسب الدعوة دي، أو إزاي أنا أعمل البحث ده. فأول حاجة إيه؟ الوصول لإشكالية البحث. النهاردة أنا لما بيجيلي الموكل علشان بيعرض علي قضية، هو بيخش يقول مثلاً إن أنا وإحنا قاعدين وبنتفرج على التلفزيون ومش والباب خبط والولد راح فتح الباب، وبعد ما الولد راح فتح الباب سمعنا صوت بره، وبعدين دخل واحد رفع علينا مسدس وسرق البيت. بقى الموضوع إشكالية البحث هنا إيه؟ الولد فتح الباب، اتفرجنا على التلفزيون، الموضوع الإشكالية البحث حياة السرق. يبقى هي دي الموضوع اللي أنا هركز فيه، يبقى كيفية انتقاء المعلومة الأساسية. أنا لما أقعد أسمع موكلي هو بيتكلم كتير، لكن أنا شطرتي كباحث علمي أحط إيدي على الإشكالية الصحيحة، أحط إيدي على الفكرة الأساسية، ما ضيعش وقتي في أمور فرعية ليس لها علاقة بالموضوع. يبقى شطارة الباحث العلمي إنه يستطيع الحصول على إشكالية البحث اللي هي موضوعه، اللي هي الهدف، اللي هي هتستغرق منه الوقت من أجل الحصول على النتيجة النهائية. يبقى إزاي أكون أنا باحث قادر على الوصول لإشكالية البحث الأساسية؟ يبقى الإشكالية هي عبارة عن الموضوع الرئيسي اللي أنا هقوم بيه بالبحث. طيب وصلت لإشكالية البحث، طب وبعدين أعمل إيه؟ أفكر إزاي؟ إحنا عشان نفكر لازم نتبع أساليب البحث العلمي الصحيحة اللي إحنا بنسميها منهج البحث. إزاي إيه المنهج العلمي اللي أنا هستخدمه؟ هفكر إزاي؟ هفكر إزاي في الموضوع اللي اتعرض عليا، سواء كنت بعمل بحث علمي أو كنت هعمل مرافعة أو كنت بدرس قضية علشان خاطر أعمل المرافعة. يبقى أول نقطة حددت إشكالية البحث،
حددت موضوع القضية، حددت ازاي هعمل المرافعة، ودلوقتي هنربط فن المرافعة بأساسيات البحث العلمي. بعد ما حددت الإشكالية أبدأ أحدد المنهج اللي أنا همشي عليه، والمنهج هو عبارة عن الطريقة التي يتبعها الباحث من أجل الوصول إلى الهدف. إحنا عندنا أربع مناهج من مناهج البحث العلمي. المنهج الأول المنهج التأصيلي. المنهج الأول من مناهج البحث العلمي المنهج التأصيلي. تأصيلي. يعني إيه منهج تأصيلي؟ يعني أنا بأصل فكرتي، برجع لأصلها، برجع للجذور الأساسية اللي كانت سبب هذه الفكرة. يعني أنا لو بتكلم عن بعمل بحث عن مهنة المحاماة، أنا عايز أعرف متى نشأت، عايز أعرف أول نقابة اتعملت، هرجع ورا بالتاريخ هشوف أول نقابة محاميين، عايز أعرف أول محامي، وكان المحامي ده كان إيه دوره، كانت إيه أخلاقياته، كانت إيه سلوكياته، عايز أعرف تطور مهنة المحاماة. هل يا ترى مهنة المحاماة تطورت من الأقل للأكتر، ولا من الأحسن للأسوأ؟ عشان أحكم عن المحاماة النهاردة لازم أجيب التاريخ. لما أجيب التاريخ للمعلومة يبقى أنا بأصلها. عندي قضية عايز أجيب لموكلي حقه. إحنا عندنا في القضاء الإداري كله قايم على السوابق القضائية. كلنا عارفين إن إحنا ما عندناش قانون إداري، لكن القضاء الإداري بيعتمد على الأحكام السابقة. فبنعمل إيه؟ بنعمل عملية تأصيل للمبادئ. برجع لجميع المبادئ اللي سبق وأصدرتها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، وبشوف أقول والله الدعوة بتاعتي دي بينطبق عليها السوابق القضائية، الحكم كذا، رقم كذا، سنة كذا، وابدأ أجيب للقاضي مجموعة كبيرة من الأحكام، ومن خلال المجموعة دي من الأحكام هو خلاص بيصدق وبيديني الحكم. ومعظم القضايا بتاعت القضاء الإداري المحامي بيطمن موكله ويقول له اطمن، أنا رحت جبت لك اللي هو رأي هيئة المفوضين بتاع سنة كذا، كان في الدعوة شبه بتاعتك، دعوة مماثلة. ده عملية تأصيل. المحامي ده كان محامي شاطر، درس مناهج بحث علمي. لما قعد يدرس قضيته قال أنا لازم أستخدم المنهج التأصيلي، أرجع بالفكرة لأصلها. بتكلم في موضوع الحضانة، بشوف الحضانة، بجيب الحضانة من أيام الشريعة الإسلامية، وباخد تطور الحضانة في القوانين على مدار العصور لغاية ما وصلت النهاردة. هحصل على فكرة ما كانتش موجودة، مخي هيشتغل، هبدأ أنا كمان أجيب أفكار جديدة. يبقى أول منهج من مناهج البحث العلمي هو المنهج التأصيلي، تأصيل الفكرة، أي الرجوع بالفكرة إلى أصلها. تاني منهج من مناهج البحث العلمي المنهج التحليلي. والمنهج التحليلي ده مفيش بحث علمي بيخلو منه. المنهج التحليلي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن تحليل الفكرة، بحلل الفكرة. هي الفكرة عندي بتبقى فكرة كبيرة، عشان أنا أبدأ أعرفها، أبدأ أفهمها. دايماً المشكلة أول ما البني آدم بيتعرض لها بتبقى كبيرة قوي، وبيحس إن الدنيا سودت خلاص، لكن لو هو قعد وجاب ورقة وقلم وبدأ كده يفكها، يفك المشكلة، يفك البحث بتاعه، يفك إشكالية البحث، يفكها لمجموعة عناصر، هتبدأ من خلال التحليل ده العنصر عنصر
ابدا الاقي ان انا هعرف اكتب في العنصر الاولاني، والعنصر الاولاني هيجيبني للعنصر الثاني، وهكذا لحد ما الاقي نفسي الموضوع اتحل. ده ما كانش فيه مشكله، ده انا كنت عشان واخدتها على بعضها كده اشكاليه كانت صعبه، لكن لما بدات احللها بقت سهله. يبقى المنهج التحليلي بستخدمه في ايه؟ ان انا احول الاشكاليه او القاعده المركبه احولها الى عناصر، احللها لعناصر صغيره، ومن خلال التحليل لعناصر صغيره اقدر احل الاشكاليه. طب ايه كمان المنهج التحليلي بستخدمه في ايه كمان؟ بستخدمه في تحليل نصوص القانون. بمسك لو انا بعمل مقارنه دايما، لسه هنخش في المنهج المقارن، باخد النصوص القانونيه وابدا احللها. تحليل النصوص القانونيه وبس؟ لا، تحليل الحكم القضائي. انا بمسك الحكم القضائي وببدا احلله، اشوف ليه القاضي اصدر الحكم ده، ليه القاضي طبق القاعدة القانونية دي. ومن خلال تحليلي للحكم القضائي بقدر أوصل أنا بقى من خلال التحليل ده للحكم اللي أنا عايزه للقضية بتاعتي اللي هي المماثلة، وأبدأ أجيب أنا كمان القاعدة القانونية. يبقى المنهج التحليلي من خلال تحليل المشكلة، تحليل الحكم. المهم احنا قلنا عندنا ثلاث مناهج لحد دلوقتي: المنهج التأصيلي، المنهج التحليلي، المنهج المقارن. ولا يخلو بحث علمي من المنهج المقارن. ليه؟ لان علشان انا اسري بحثي لازم اعمل عملية مقارنة، بقارن بين القانون المصري وبين القانون الإماراتي، بجيب قانون المحاماة المصري وقانون المحاماة الإماراتي، بشوف إيه أوجه الشبه وإيه أوجه الاختلاف. لازم كل، لأن ده واضع ده بشر وواضع ده بشر، فبشوف إيه حقوق المحامي هنا وواجباته وحقوق المحامي هنا وواجباته، وبقول والله اتفق القانون المصري مع القانون الإماراتي في 1، 2، 3، ولكن في هناك بعض الاختلافات، اختلفوا في ايه؟ في 1، 2، 3. وانا بقى شايف ان في هناك ميزة اتمنى انها تكون عندي، واهيب بالمشرع ان هو يحطها في قانون المحاماة المصري، وشايف ان في قصور عندهم وأهيب بالمشرع الإماراتي إن هو يضيفها. يبقى المقارنة هنا بتسري الفكرة. يبقى المقارنة لما بقارن بين قانون وقانون، لما بقارن بين فكرة وفكرة، أقدر أعرف أوجه الشبه والاختلاف، أقدر أعرف المزايا والعيوب. طيب لما أكون أنا بقى إيه؟ بدرس دعوة، بشوف الأحكام القضائية، إحنا عندنا حكم مثلاً سنة 60، حكم سنة 70، سنة 90، سنة 2000، أشوف رأي القضاء ورأي الفقه، هل اختلف؟ هل في تطور؟ يبقى هاخد التطور اللي حصل في الفقه بلس التطور اللي حصل في القضاء، وأبدأ أحط وجهة نظر في الدعوة بتاعتي من خلال المقارنة. هبدأ أقول إن كان مثلاً من 10 سنين كان الرأي القضاء في الجزئية دي كده، والنهاردة كان الرأي ده كده، هاخد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف، وأبدأ أحط رأيي أنا كمحامي في القضية بتاعتي. يبقى إحنا قلنا عندنا المنهج التأصيلي، أرجع بالفكرة لجذورها، المنهج التحليلي، تحليل النصوص، تحليل الأحكام، المنهج المقارن عن طريق مقارنة فكرة بفكرة، قانون بقانون، رأي برأي، مبدأ بمبدأ. وإحنا عندنا بنقولوا فيه 4 مدارس للمقارنة. المدرسة الأولى
اللي هي المدرسة اللاتينية. المدارس دي للناس اللي بتعمل أبحاث ماجستير أو دكتوراه، أو اللي بتعمل الأبحاث بتاعتنا بتاعت المحاماة. المقارنة لها أربع مدارس. أول حاجة المدرسة اللاتينية اللي هي المدرسة الفرنسية، يعني الناس اللي عندها لغة فرنسية حلوة بنقول لها اعمل لنا دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي. عايزين فكر جديد، عايزين نفيد المكتبة القانونية، عايزين نسريها، عايزين ندخل أفكار جديدة. يبقى أنا باعتبار أن أنا عندي ناس عندها لغة فرنسية، طب ما استثمرها وأقول لها اعملي لي دراسة مقارنة بين القانون المصري وندخل المدرسة اللاتينية اللي هي بتعتمد على القانون الفرنسي. كل الدول اللي بتتكلم فرنسي بقى، كندا، أمريكا، كل كندا، بلجيكا، في كل الدول اللي حذو القانون الفرنسي. المدرسة الثانية اللي هي مدرسة الشريعة الإسلامية، بس مدرسة الشريعة الإسلامية صعبة، لازم اللي يدخل في البحر ده يكون من الناس اللي درسه في أصول الدين علشان تدخل في بحر الشريعة الإسلامية بعمق. المدرسة الثالثة المدرسة الجرمانية اللي هي بتعتمد على اللغة الألمانية، واحنا عندنا في بعض الناس الدراسة بتاعتها ألماني، المدارس الناس زي سان شارل دي دراستها ألماني، فالباحث لما يجيني أنا باحث زي ده أقدر استثمره واستفيد منه وأقول له روح اعمل لي دراسة بين القانون المصري والقانون الألماني، عايز أعرف إيه الفرق بين القانون المصري، قانون الاستثمار، قانون الطفل، الحضانة، whatever، أي قانون، أشوف أوجه الشبه والاختلاف وأبدأ أكتب عن المزايا اللي في القانون الألماني والمزايا اللي في القانون المصري، وأبدأ أخد من الفكر الألماني، هلاقي أفكار جديدة أضيفها على الأفكار بتاعتي وأطلع فكر جديد. مدرسة الشريعة الإسلامية، المدرسة الجرمانية، دي كلها مدارس للمقارنة، كلها تعتمد على تفسير قوانين ببعضها وأقدر أخرج بأفكار جديدة. يبقى قلنا أول حاجة في أساسيات البحث العلمي الحصول على إشكالية البحث اللي هي موضوع البحث، موضوع القضية، موضوع المرافعة، كل حاجة فيهم بتعتمد على أساسيات البحث العلمي. تاني حاجة قلنا بحدد الطريق اللي أنا همشي فيه، بحدد الطريقة اللي أنا هستخدمها اللي هي منهج البحث. قلنا المنهج التأصيلي، قلنا المنهج التحليلي، قلنا المنهج المقارن. في كمان عندنا منهج اسمه المنهج التاريخي، بس المنهج التاريخي استخدامه مش كتير، لان يعني هو يعني برجع بجيب تاريخ الموضوع من اساسه، استخدامه في ابحاث القانون محدود. بعد ما حطيت مناهج البحث، واحنا كمحاميين او كقانونيين بنستخدم اكتر منهجين بنستخدمهم او اكتر ثلاث مناهج، التأصيلي والتحليلي والمقارن، ودول اكتر ثلاث مناهج اي قانوني بيستخدمهم سواء في شغله كمحامي او في الرسائل العلميه. يبقى حددنا المنهج، حددنا الاشكاليه. طب لحد دلوقتي انا ما اقدرش اعمل حاجه. طب حددت لنا المنهج، طب اعمل ايه بعد كده؟ بعمل خطه البحث. نعم، المدرسة اللي قلنا الجرمانية، قلنا الشريعة الإسلامية، المدرسة الرابعة الأنجلو أمريكية، الأنجلو أمريكية اللي هي بتعتمد على المنهج الأمريكي والبريطاني، وهنبقوا دلوقتي حاليا احنا بقينا نتجه في هذا الاتجاه. كنا الأول بنقتصر على المنهج اللاتيني،
انما دلوقتي بقينا بنحذو حذو المنهج الانجلو امريكي وهتكلم فيه دلوقتي. بعد ما بخلص خطة البحث بعمل ايه؟ بعمل خطة البحث. خطة البحث اللي هي ايه؟ الخطة اللي انا همشي عليها، بمعنى ان خلاص بقى بحط لنفسي برنامج وهمشي عليه. خطة البحث في عندنا منهجين لعمل خطة البحث، اما هستخدم المنهج اللاتيني وهو المنهج الثنائي، بمعنى ان انا بقسم بحثي كل حاجة اتنين، يعني بعمله فصل اول فصل تاني، والفصل بقسمه مبحثين، مبحث اول مبحث تاني، والمبحث بقسمه المطلبين، مطلب اول مطلب تاني. والمنهج ده احنا بنقول عليه المنهج اللاتيني او المنهج الفرنسي في ايه؟ في البحث وعمل خطة البحث. المنهج اللي بعد كده المنهج الانجلو امريكي في عمل خطة البحث، وهو المنهج الحر. المنهج الحر يعني ايه؟ يعني انا بقسم البحث كما يتراءى لي، يعني بعمله 3 فصول، بعمله 4 فصول، لانه ده منهج حر. احنا عارفين ان كل الدول اللي حازت الحزو الانجلو امريكي عطت حرية للباحث، وبدأنا هنا في مصر كنا الاول بنعتمد على المنهج اللاتيني، انما احنا دلوقتي بدأنا نتجه الى المنهج الانجلو امريكي اللي هو بندي الباحث حرية البحث، يعمل البحث حسب الداتا المتوفرة عنده، 3 فصول، 4 فصول، 5 فصول، حسب الداتا الموجودة. وعشان كده سميناه المنهج الحر، حسب أقسمه الفصل 3 مباحث، مبحثين بس، أقل حاجة مبحثين. خلاص، يبقى احنا كده بدأنا حط إشكالية البحث، مناهج البحث، عملنا خطة البحث، واخترنا المنهج اللي أنا هتبعه في عمل خطة البحث بتاعي. وبالمناسبة لما بقول أنا النهاردة البحث بتاعي هعمله وفقا للمنهج، الخطة بتاعتي هعملها وفقا للمنهج الأنجلو أمريكي، لما بتيجي تقدم الرسالة بتاعتك اللي بيناقش الرسالة بيقول ده باحث فاهم، ده باحث عارف يعني إيه خطة بحث وفقا لأي منهج، مش بيعمل خطة بحث وخلاص، ده فاهم مناهج عمل خطة البحث، فاهم مناهج البحث. ليه؟ لأن احنا لما بنيجي بعد شوية هقول لما بنعمل مقدمة البحث بنعملها ازاي. طيب، عملنا الكلام ده كله، لحد كده الدنيا خلصت؟ لحد كده عملنا البحث؟ لحد كده كتبنا المرافعة؟ لحد كده خلصنا الدعوة؟ أبدا، ده احنا لسه ما بدأناش. بعد ما عملت خطة البحث ببدأ أفكر بقى في مراجع البحث، ببدأ أجمع المراجع اللي خاصة بالبحث بتاعي، بشوف الموضوع بيتكلم عن إيه؟ عن الطلاق، بروح المكتبة وبعمل عملية مسح الرفوف، إن أنا أشوف كل ما كتب في موضوع الطلاق وأجمعه. لو أنا بتكلم في قضية ببدأ أجيب كل الأحكام اللي صدرت في موضوع القضية دي، لو أنا بتكلم في مرافعة ببدأ أجيب جميع المستندات اللي خاصة بموضوع الدعوة، يعني بجمع الداتا اللي خاصة بالفكرة بتاعتي. طيب، جمعت الداتا اللي خاصة بالفكرة بتاعتي، هعمل إيه؟ هبدأ أقرأ في المراجع دي. طب أنا هقرأ إزاي؟ لو كنت بعمل البحث هتكلم في الفصل الأول، الفصل الأول أنا قسمته 3 مباحث أو مبحثين، بجمع جميع المراجع اللي خاصة بالمبحث الأول، بجيب فايل كده دوسيه وبجيب المراجع بتاعة الفصل الأول وأحطها، المراجع بتاعة الفصل الثاني وأحطها، المراجع بتاعة الفصل الثالث وأحطها، لحد ما أكون عملت البحث كله في شكل ملف كبير كده، وابدأ بعد كده عملية القراءة.
أبدأ عملية القراءة في الجزء اللي أنا هكتبه. وأنواع القراءات دي تنطبق على كل حالة، تنطبق على الحكم القضائي، تنطبق على البحث اللي أنا بعمله، تنطبق على كيفية كتابة المرافعة. طيب آجي البحث بتاعي، هقرأ النوع الأول من القراية، القراءة العادية. فيش حد بيكتب كده من أول مرة. لما بتجيب جورنان وتقراه بعد ما بتسيبه تعرف تكتب اللي قريته؟ محدش بيعرف يكتب أبدا، بعد ما يقرأ الجورنان يعرف يكتب. يبقى النوع الأول من القراءة 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 العادية. برافو عليكي. القراءة اسمها بنقول عليها قراءة جرايد حتى، يعني حتى كانوا زمان المدرسين يقول لك بلاش تقرأ قراءة جرايد. يبقى بس عينك بتمر على الكلام. النوع الثاني من القراءة القراءة التعريفية، يعني حضرتك لما بتجيلك القضية أول حاجة كده بتمر عليها مر القراءة، عينك بس بتلقط كلمات، لكن لما تيجي تقراها مرة تانية بتقراها بقى بتمعن شوية، بتحاول تقراها بدقة شوية. دي اسمها القراءة التعريفية، اللي أنا بتعرف على الفكرة، بتعرف على المستندات اللي قدامي، بتعرف على الموضوع اللي قدامي، بتعرف على المرجع اللي قدامي. معايا؟ تالت نوع من القراية بقى هو ايه؟ خلاص بقى احنا قرينا قراية عادية، قرينا قراءة تعريفية، القراءة الانتقادية. ببدأ اقرأ وانتقد الافكار اللي قدامي. الله، لا ده كان مفروض يكتب كده، مش مفروض يكتب كده، ده الوقائع اللي انا قاعدة اقراها دي كلها انا كنت مركز على الواقعة دي، الواقعة دي مش هي اساس الدعوة، لا ده الواقعة دي هي اساس الدعوة، ده هي دي مفتاح القضية. ليه؟ لأن أنا بدأت أنتقد الأفكار اللي موجودة قدامي. يبقى أول حاجة القراءة العادية، تاني حاجة القراءة التعريفية، تالت حاجة القراءة الانتقادية، رابع حاجة القراءة الانتقائية. هنا بقى هبدأ أنتقي المعلومات المهمة، الأفكار الأساسية، المعلومة اللي هي اللي قائم عليها الدعوة، واروح معايا بقى ورق خارجي كاتب فيه الأفكار اللي أنا انتقدتها، الأفكار اللي أنا قدرت أستخلصها من الموضوع، استخلصت أفكار أقوم كاتبها بقى. هي دي بقى الشغل، هو ده بقى بداية الشغل، اللي أنا انتقيت أفكار، إن أنا استخلصت الوقائع الأساسية في الدعوة، اللي أنا حطيت إيدي على مفتاح القضية بتاعتي ورحت مسجلها في كراسة خارجية، وبدأت هنا أجمع المعلومات اللي أنا هكتب فيها البحث بتاعي، اللي أنا هستند عليها في دفاعي، اللي أنا هكتب المذكرة بتاعتي، لأن كلها عناصر مرتبطة ببعضها. خلاص؟ يبقى دي كانت بعد كده القراءة بقى إيه؟ التراتبية. يعني إيه؟ يعني برتب الأفكار. بعد ما أنا خلاص انتقيت، فأنا طول ما أنا ماشي قاعد بنتقي أفكار وبكتبها، أقوم بقى بعد كده أقرأ تاني عشان أرتبها. هبص ألاقي أنا كنت حاطط فكرة في الآخر والفكرة دي تيجي في الأول، وكنت حاطط فكرة في النص فالفكرة دي لأ دي لازم تتجاب في الآخر. بهنا بكون رتبت أفكاري، خليت أفكاري فيها منطقية، أفكاري فيها تسلسل. أما أقف أقول مرافعة قدام القاضي تبقى مرافعتي فيها نوع من المنطقية، أبقى أنا واقف كاتب مرافعة سليمة من حيث المنطق، من حيث التسلسل. لما بكتب بحث
بكتب بحث متسلسل الافكار، ما بكتبش بحث من كل ايه من كل مكان فكره او من كل بستان زهره ومش مرتباهم. لو جبنا صحبه ورد وسبناها مفركشه كده هنحس بجمالها؟ مش هنحس. ليه؟ لانها مش مظبوطه. لكن لما بننسقها بنبص في الاخر نلاقي الحاجه لها معنى. في احيانا محامين كبار لما بيقف يلقي محاضره القاضي بيحب يسمع له، وهو داخل عليه كده بيقول انا هستمتع النهارده لانه ده هينعشنا بالمرافعه بتاعته. القاضي بيحب يسمعها. انا بدرس عندنا دكتوراه للقضاء، بيقولوا ان في محاميين احنا لما بنشوفهم داخلين بنقول النهارده المرافعه ممتعه. ليه؟ لانه ده محامي قعد واعتكف على مرافعته واستخدم فيها جميع اساليب البحث العلمي. مفيش كلمه بيقولها الا وكلمه لها ادلتها ولها مستنداتها ولها القاعده القانونيه اللي استند اليها. مرافعه ممتعه، والله بسمع اللفظ ده وهو المحامي داخل. طبعا الهيئه القضائيه بتقول النهارده النهارده هنستمتع بشغل المحامي. هو المحامي ده جه منين؟ المحامي ده جه عشان اعتكف على دراسه، ما بيجيش من فراغ، ما بيجيش ان هو بيقعد يتصيد، لا ده بيقعد يقرا ويقرا بالطريقه اللي انا بقول عليها بانواع القراءات المختلفه لحد ما يوصل بشغله لايه؟ لافكار منطقيه متسلسله تعتمد على اراء فقهيه سليمه وتعتمد على منهجيه علميه سليمه. ولما بيجيب قاعده قانونيه بيجيب القاعده القانونيه اللي هو يثق 100% مطبقه على واقعة النزاع. لما بيجي لنا بحث وبنراجعه اقعد اشوف اساسيات البحث العلمي، هل البحث ده طبق اساسيات البحث العلمي؟ استخدم المناهج صح؟ القراءات بيبان. هل البحث ده قرا مره واتنين وخلاص؟ ليه؟ لان لو ما قراش بالاسلوب اللي انا بقول عليه ده بتسقط منه افكار، ما بيرتبش افكاره صح، بتبقى افكاره مشوشه. مش بتسمعوا انتوا كده في بعض الناس تقول لك ده افكاره مشوشه؟ ليه؟ لانه ما اداش نفسه فرصه في التفكير المنطقي. التفكير المنطقي اللي بيعتمد على ايه؟ على القراءه المتعمقه الانتقاديه التراتبيه، وفي الاخر خالص بيبدا يقرا الشغل اللي كتبه ويقيمه من ناحية اللغة العربية. يعني احنا بعد كده بنحاول نشوف هل احنا كان اسلوبنا اسلوب صحيح من حيث اللغة العربية. انا طبعا بحاول اجمع لكم المادة كاملة، لكن المادة دي احنا بندرسها في شهور، فبحاول ألمها لكم بسرعة عشان دي محاضرة واحدة ما تنفعش، الكلام ده كله ما يتقالش في محاضرة واحدة. فبنحاول بقى نشوف اللغة العربية تبقى المرافعة بتاعتي مرافعة دقيقة. اللغة العربية ده احنا بتوع اللغة العربية، فلازم المحاضرة بتاعتنا المرافعة بتاعتنا تبقى مرافعة بتعتمد على ان انا ما يبقاش فيها ثغرات، علشان اللغة العربية بتغير المعنى. اكون انا بقصد حاجة واتكلم موضوع يطلع شكل تاني خالص. خلاص؟ دي كانت كده يعني ايه الاساليب اللي احنا بنطبقها على ايه؟ على البحث العلمي من حيث ايه التعريف ومن حيث هنيجي ناخد دلوقتي بسرعه. زهقتوا؟ بقول لهم زهقتوا؟ هناخد فن المرافعه. المرافعه هي بقى عباره عن ايه؟ المرافعة هي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن التعبير، عن التعبير اللي بيضفيه المحامي على واقعة النزاع.
المرافعة هي التعبير الذي يطفيه المحامي على واقعة النزاع. هنيجي نتكلم بعد كده التعريف الثاني للمرافعة. المرافعة بتثير في القاضي من العوامل، المرافعة تثير في القاضي من العوامل ما يجعلها تأخذ العقل. يعني المرافعة زي ما أنا قلت بتخلي القاضي ينتبه، القاضي يركز مع اللي هو بيلقي المرافعة، تمام؟ تاني حاجة، المرافعة تثير في القاضي من العوامل ما يجعلها تأخذ العقل وتستقر في الأعماق، لأنها همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة. يعني المرافعة هي اللي بتساعدنا للوصول إلى العدالة المنشودة. المرافعة يجب أن تكون صحيحة واضحة وشاملة وممتعة. صحيحة واضحة شاملة وممتعة في نفس الوقت. يعني لازم المرافعة تكون جذابة، وإلا المحامي مش هيستطيع يوصل الفكرة بتاعته. لازم المحامي في أثناء المرافعة يكون عنده القدرة على إيه؟ على توصيل الفكرة بتاعته. طب إيه دور المحامي قبل المرافعة؟ إيه اللي المفروض المحامي يعمله قبل ما يروح يقف أمام القاضي؟ أول حاجة دراسة المستندات. بعد ما يكون درس القضية دراسة وافية، يجب على المحامي قبل المرافعة دراسة المستندات. تاني حاجة مناقشة الموكل. يبقى أول حاجة دراسة المستندات، تاني حاجة مناقشة الموكل. يجيب الموكل بتاعه ويقعد يتناقش معاه على أساس إنه يقدر يوصل من خلال المناقشة لنقاط قد تكون هو ما خدش باله منها أو غفل عنها، أو يوصل لنقطة هتساعده في الوصول للحقيقة. يبقى دور المحامي قبل المرافعة دراسة المستندات، تاني حاجة مناقشة الموكل، تالت حاجة إعداد المرافعة. دي كلها نقاط هشرحها ونصائح قبل إعداد المرافعة وبعدين تدوين النقاط. دراسة المستندات هيعمل إيه في دراسة المستندات؟ زي ما أنا قلت هيقرأ المستندات. قراءة المستندات السبع قراءات اللي احنا لسه قايلينها، أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، الأنواع كلها اللي احنا قلناها الخمسة. لما يقعد يقرأ المستندات هيستطيع يوصل للحجج القانونية من خلال المستندات دي، بيستخلصها. لما يقرأ المستندات يقدر يوصل إذا كان في تعارض ما بين مستند والآخر. ممكن الموكل يقدم مستند والخصم بتاعه بيقدم مستند مضاد له، التضاد ده هو يقدر ياخد منه نقاط الضعف عند الخصم. يبقى قراءة المستند، استخلاص الحجج، بحث الاعتراضات، كتابة المستندات والإيضاحات التي يجب أن يطلبها من الموكل. يعني هو بعد ما هو بيقرأ المستندات كده بيقول لا ده أنا لازم أقول له في أصل العقد. أصل العقد أنت ما جبتهوليش، أنت جايب لي الصورة والصورة فيها كلام مش واضح. في عقد بيترتب على عقد. جيب لي مش أنتوا عارفين إن الملكية ليها تسلسل؟ في النص عقد مفقود فجيبهولي. طب لو هو ما جابهوش يبقى دي هتبقى قرينة ضده. ده ممكن هنا تبقى ثغرة ينفذ منها الخصم. ودي أهمية
مراجعة المستندات قبل المرافعة، لأن هو لو ما راجعش المستندات قبل المرافعة وقعد عن الموكل بتاعه واكتفى بالمستند الأخير، الخصم بتاعه مش هيغفل عن الكلام ده، ده الخصم بتاعه هيتصيد له كمان أخطاء، تمام؟ ويدون الملاحظات أول بأول، يعني كل ملاحظة كده يلاقيها يروح مدونها. المرحلة الثانية اللي بيقوم بها المحامي قلنا مناقشة الموكل، بيبتدي يقعد معاه يجيب معاه موضوع النزاع من أوله ويناقشوا فيه نقطة نقطة، احنا هنقول كذا، طيب في حاجة تانية انت مش نسيت تقولها لي، ويبدأ يناقشوا في النقاط اللي هو كتبها نقطة نقطة. هقولهم لك بعد ما نخلص. بعد موضوع الدعوة يناقشوا في موضوع الدعوة، النقاط الهامة في الدفاع، النقطة الضعيفة في الدعوة اللي هينفذ منها الخصم، يقول له النقطة دي نقطة ضعف عندنا. طب أنت فين الدليل اللي مثلا يدل على إن أنت ما عملتش كده؟ يبقى بيبدأ المحامي يقول للموكل بتاعه النقطة الضعف في القضية، النقطة دي خلي بالك مش لصالحك. فإحنا لازم يكون عندنا دليل على إن مثلا أنت ما كنتش موجود، كنت مسافر. طب جيب لنا 2 شهود يقولوا انك انت كنت متواجد معاهم في الفترة دي، بحيث ان هو يضيع على الخصم بتاعه ثغرة ينفذ منها. رابعا يجب على المحامي بقى يبتعد عن ايه؟ يبتعد، ما يجيش المحامي يقف قدام القاضي ويقول له انا رجعت ل 17 مرجع ورجعت للدكتور السنهوري ورجعت للدكتور احمد السيد الصاوي. لا، ما ينفعش ان المحامي في المرافعه بتاعته يشير الى المراجع اللي هو رجع لها في المرافعه. كمان يجب على المحامي انه يبتعد عن الحيل. ما ينفعش ان المحامي يبقى راجل عنده حيل كده ويحاول يعني زي ما بيقولوا يلف الجمل علشان خاطر ينفذ. لا، لازم تكون عندك قدرة إقناع، ولازم تكون عندك الأدلة، ولازم يكون عندك المنطق القانوني في الدفاع عن خصمك. الدفاع عن خصم ما بيكونش بالفهلوة، بيكون بالمنطق وبالدليل وبالمستند. وده كله قبل ما بقى عد أنا المرافعة لازم أكون متمكن منها. النقطة اللي بعد كده إعداد الدفوع وصياغتها. يبقى النقطة اللي بعد كده إعداد الدفوع، بيحدد العناصر المهمة عشان تذكره وهو واقف بيترافع، بيكون محدد العناصر اللي هيتكلم فيها وبيحط خط الدفاع. يعني المحامي لما بيعمل المرافعة بيحط خط الدفاع، هو هيبدأ الأول إزاي، هيهاجم إمتى، هيبدأ يركز شوية، يبدأ يهدي شوية، لما يلاقي خصمه هو هينفعل عليه، هو لازم يكون هادي الأعصاب، ما يديش فرصة للخصم إن هو يثيره. يعني لازم المحامي يكون ذكي. ليه؟ لأن أنتوا عارفين إن في مقولة بتقول الهجوم خير وسيلة للدفاع، والهجوم ده بيكون فين؟ أثناء المرافعة. يبقى المحامي واقف بيترافع، فيكون الخصم بتاعه بيعتمد على المقولة دي إن الهجوم خير وسيلة للدفاع، يبتدي هو يمارس عليه سلطة الهجوم، يبتدي يلعب بأعصابه، يبتدي يشتته، يفقد سيطرته على المرافعة بتاعته، ينتهي. فلازم المحامي يكون قوي الحجة، ما يهتزش، عامل خط الدفاع، وده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه من أول ما اتكلمنا، قلنا منهج البحث، منهج عمل الخطة، لأن هو لما جاي يعمل خطة في المرافعة عمل خطة قائمة على أسس البحث العلمي. إيه هي مواصفات المرافعة؟ إيه هي المواصفات اللي يجب أن تتوافر في المرافعة؟ أول حاجة الوضوح. لازم المرافعة تكون واضحة،
يعني المحامي اللي واقف يترافع، والمرافعة بتاعته مش مرتبة، مش منظمة، مش منطقية، مش مترتبة بعضها على بعض. يعني هو المفروض بيجيب الواقعة، أسباب النزاع، المستندات المؤيدة، وبيحط خط دفاعه، وبعدين بيبدأ يقول طلباته، ويبدأ يقول القاعدة القانونية اللي هتطبق. لكن ما ينفعش أول ما يبدأ المرافعة يقول أنا عايز القاعدة القانونية كذا تطبق على النزاع. طب إيه أنت شرحت إيه هو النزاع؟ يبقى لازم المرافعة تكون إيه؟ واضحة. تاني حاجة الإعداد الجيد، التنظيم، الترابط. لازم المرافعة تبقى منظمة، مترابطة، مترابطة الأفكار مع بعضها البعض. دي من أهم مواصفات المرافعة. طيب هنيجي ناخد أركان المرافعة. أركان المرافعة هي إيه؟ أول حاجة المقدمة. إحنا قلنا لما بيجي يبدأ المرافعة بيبدأ يدي مقدمة بسيطة عن موضوع الدعوة، لا هي بالطويلة المملة ولا هي بالقصيرة المخلة، 4-5 سطور مكتوبين صح، مكتوبين بإيجاز، مكتوبين بنظام يوصلوا فكرته. تاني حاجة سرد الوقائع. يبدأ ياخد من وقائع الدعوة أهمها، والوقائع اللي بيرتكز عليها موضوع الدعوة. قلنا شطارة المحامي إنه بينتقي الوقائع المهمة الفعالة في الدعوة، يبقى سرد الوقائع. النمرة 3 المناقشة، اللي هي مناقشة الوقائع المرتبطة مع بعضها البعض. آخر حاجة من أركان المرافعة الخاتمة، إن هو بيختتم المرافعة بتاعته. في المقدمة بقى هنشرح المقدمة، بيقول إيه في المقدمة؟ بيقول أسباب الخلاف في تصور الواقع، الواقعة القانونية، عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف، بيشرحها يعني، سوء نية بعض أطراف الخصومة، دي اللي بيتكتب في المقدمة الكلام اللي بقوله ده، شهادة الزور، فساد بعض الآراء بتاعت الخبراء، بيبدأ يجيب الشهود، بيحاول يوصل للتناقض بين اللي هي ايه أقوال الشهود. شطارة المحامي في إن هو ايه ينتقي الايه التعارض والتضاد بين أقوال الخصوم علشان يقدر منها يدافع عن خصمه. بعد كده لو كان في عندنا خبير، مناقشة تقرير الخبير وبيان مهمة الخبير في صورة سريعة، ويلخص عمل الخبير، ولو الخبير رأيه مش صحيح، هو مش مقتنع برأي الخبير، يبتدي يعلن ان هو مش مقتنع برأي الخبير، ويحاول ان هو لو استعان بخبير آخر علشان خاطر يقدر يستخلص جزئية. وعلى فكرة بالمناسبة احنا عارفين الخبرة وما أدراك ما الخبرة، كلنا عارفين ان انت لو حابب تحكم على دعوة بالإعدام هتعمل ايه؟ هتوديها للخبير، تقعد 5-6 سنين، يبقى انت كده كسبت لموكلك 5-6 سنين وانت مرتاح. ليه؟ لأنه هيجي الخبير يقول رأيه، أنا رأي الخبير ده مش عاجبني، هبدأ أشكك في رأي الخبير، هترجع تاني تطلب إيه؟ إعادة تحويل الدعوة للخبير لاستشارة خبير آخر في رأي الخبير المعروض عليه، وهكذا. ده في بعض المحامين لعبتهم الخبرة دي. هنيجي بقى صح؟ هنيجي بقى في خاتمة المرافعة. لما باجي أنا أختم المرافعة إيه هي بقى؟ بعمل بقى في الخلاصة، بقول والخلاصة، خلاصة سريعة للموضوع، بأبرز الأدلة الحاسمة في الموضوع، ببدأ أوجه نظر المحكمة للمهمة الدقيقة الملقاة على عاتقها، علشان وأقول لهم إن المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية اللي أنا عايز أطبقها هي دي، وطبعاً بأسلوب كويس وبأسلوب شائق، على أساس إن أنا بكون قدمت الأدلة وقدمت الدفوع وقدمت المستندات وناقشت الشهود. طيب إيه هي أهم حاجة يتحلى بيها المحامي أثناء المرافعة؟ أول حاجة الهدوء،
يجب على المحامي أثناء المرافعة يكون هادئ الأعصاب جدا جدا جدا، وما يتأثرش بأي هجوم من خصمه، ولا يتأثر بأي هجوم حتى من هيئة المحكمة، يكون ثابت، يكون واثق من نفسه وعارف كويس جدا إنه هيحصل على البراءة لموكله. طول ما عنده الثقة دي هيقدر يحصل على الهدف اللي هو بيسعى إليه. تاني حاجة سهولة الأسلوب. لازم المحامي يكون أسلوبه سهل، شيق، مقنع. يبقى الأسلوب لازم يكون سهل، شيق، ومقنع. المحامي برضه في المرافعة ما يتحدثش عن نفسه كتير، يعني ما يقفش يقول وأنا كسبت 15 قضية ودي القضية رقم 17 وأنا واثق إن أنا هكسبها، لأ، لازم يتميز بإيه؟ بالعلم والتواضع. يعني هو عالم كبير وفي نفس الوقت متواضع. يكون ملم، ما يقفش أمام عدالة المحكمة إلا وهو ملم إلمام كبير بإيه؟ بموضوع الدعوة، وفي نفس الوقت يكون ملم بكل ما قيل في الدعوة وشهادة الشهود، وما يتركش أي شهادة وما خدش باله منها أو ثغرة من الثغرات إلا وهو درسها كويس قوي. وبكده تبقى دي المرافعة بنسبة 95% مرافعة سليمة قائمة على أسس البحث العلمي اللي هي تخليك بمرور الوقت وباكتسابك خبرة في المرافعة تخليك من المحاميين اللي القضاة لما يشوفوهم يقولوا النهاردة هنسمع مرافعة قيمة. وبشكركم وأتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم من المحاضرة.